انا امروه ونقالي قديشه تمارني شو عم شيحه كاروزو ثاد متاي اياكم والانبياء الكذابين فانهم ياتونكم في لباس الخراف وهم في باطنهم ذئاب خاطفه من ثمارهم تعرفونهم ايجنى من الشوك عنب او من العليق تين كذلك كل شجره طيبه تثمر ثمارا طيبه والشجره الخبيثه تثمر ثمارا خبيثه فليس للشجره الطيبه ان تثمر ثمارا خبيثه ولا للشجره الخبيثه ان تثمر ثمارا طيبه وكل شجره لا تثمر ثمرا طيبا تقطع وتلقى في النار فمن ثمارهم تعرفونهم ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم <applause> نحن اليوم في الأحد الثاني من الصوم في هذا الأحد راح ندخل شويه في معنى كلمة كلمة التوبة اللي يمكن أحيانا مفهومة كن زحف أو ما كن افتهمنانه بصورة صحيحة أو مفهوم التوبة عندنا يختلف عن اللي موجود عند يسوع التوبة عندنا لما الطفل يسمع كلام لمن يطلب العفو التوبة عندنا أحياناً لمن نقول يا رب نعترف ما صليت وما صمت وما إلى آخره هاي الخطايا الروتينية اللي تعودنا عليها بس بالحقيقة التوبة عند يسوع بها معنى كثير عميق يشبه يسوع الانسان بالشجرة: "من ثمارهم تعرفونهم، أي من الشوك عنب، أو من العوسج تين" يعني البشر أصناف والشجر أنواع منو منو ما كنسمع سمع هذه الجمله عن بعض الاهل اللي يقولون تتعب وتشقى وتمسح ايدك بالحيطان؟ يعني نجيب اولاد، نربيهم، نعتني بهم نصرف عليهم، وبالاخير يطلعون خليفه سوداء لا فائده، لا نجاح، لا كل شيء، ابد. شقد خيبة هالأهل ثقيلة مثل خيبة المزارع اللي يزرع نخلة وتطلع نخلة سيئة الحنطة تبين بعد خمس أسابيع لكن النخلة تبين فقط بعد ثلاثين سنة ياما وياما ناس فشلوا في حياتهم وفشلوا غيرهم ولهذا التوبه هي هذا الحذر قبل ما تزرع اسال قبل ما تجيب اولاد فكر بتربيتهم ما بس انت راح تجيبهم وتربيهم لا لازم تفكر وين تدرسهم منو يساعدك في تربيتهم ولهذا الكنيسة تعتمد على القريب والقريبة بالعماد لأن الأب والأم وحدهم ما يكفون المسألة جدا جدا مهمة النقطة الأخرى في التوبة هي لماذا إحنا مخلوقين مثل الأشجار هاي الشجرة تنطي تفاح هذه الشنجرة تنطي برتقال كل شجرة تنطي صنفة. السؤال بالنسبة للبشر، إذا كنا مختلفين ببصمات أصابعنا، هذا يعني أنه احنا مختلفين على طول الخط. هذا مخلوق حتى يصير طبيب، هذا مخلوق حتى يصير خادم، هذا يصير هذا يصير جندي، هذا يصير شرطي. وإذا صار جندي أو خادم أو طبيب أو مهندس ممكن يكون مهندس فاشل وممكن يكون ناجح ممكن يكون طبيب وسط وممكن يكون مبدع إذا الثمار أيضا تختلف اكو شجرة تنطي ثمر كلش طيب وأكو تنطي ثمر جدا وسط أو تعبان والإنجيل يتناول هذا الموضوع بالنسبة للتينة اللي له للمزارع لازم لازم تقطعها لأن ثمارة ما زينة أو ما تنطي ثمار يقول خليني أعتني بها أهتم بها أزبلها أحرثها بل كي تنطي ثمار جيدة إذا نشوف بأن الإنسان مثل ما الولد يهم أهله ومستقبله يطرح قلق لاهله وهذا القلق كثير مرات مبالغ بينه عند الاهل بحيث يمكن ياذونه للطفل او يقمعونه او او يعقدونه ادرس ادرس بحيث ما بقى عنده قول بالدراسه الله ايضا كل العهد القديم والعهد الجديد يشير الانبياء والكتب تشير الى انه الله حائر ويا هذا البشر إشعيا يقول ماذا كان يجب علي أن أعمل لك يا شعبي ولم أعمل التوبة إذن ما هي هذه التقصيرات الخفيفة اللي كثير مرات نقارن نفسنا ويا أنا أحسن من غيري لا التوبة هي أنت ليش معمول بهالدني ليش ترى ما راح نعيش الا مره واحده مو مرتين بس مره واحده فاذا نجحت في تحقيق هدف حياتي خير على خير لكن اذا ما نجحت زين منو يقل لي شنو هدف حياتي منو يقدر يساعدني ويقل لي شلون اصير مبدع ياما ما ناس تعيش مثل الغنم بطاعه بعض بعض لكن ما يطيعون الله مشيئتك يا رب لتكن مشيئتك هي أن نحقق ما هو يريده ويتمنانه وعطانا اللازم أعطانا ما يسمى بالكرستة يعني أعطانا المواد الأولية من عقل من جسم من سنوات عمر السؤال هل نحن فعلاً حققنا مشيئته هذا فد سؤال كلش عميق ينراد كل واحد مننا يطرحه على نفسه هل انا احقق مشيئته من اكون كسلان من اتقاعس عن تحقيق واجباتي البيتية والإنسانية والدراسية والثقافية وكلها والدينية الدينية هي بالضبط ما نجي نقوله بالكنيسة يا رب لتكن مشيئتك مشيئته إلنا ما هي بس أن نكون أحياء مثل هاي الأم اللي تقول لا عشتوا خلي نام خلي ظل نيم ظل نيم صحينه خلي يروح للمدرسة خلي يروح للشغل خلي يحزق براغينه شوية هذا الولد ليس من يقول يا رب يا رب. يعني من يقول فقط يا رب يا رب الكلام ما يكفيه. أريد عمل. أريد براهين على وجودك يا ابني. أبد لا تمدحون شخص ولا تبيعون سمك بالشط. أتذكر أيام زمان كنا نعمل لهم حفلة من يتزوجون فقط. وحتى هاي زيدي عليهم خلي نشوفهم ينجحون وبعدين أنا أتصور المتزوجين ما لازم يعملون حفلة مثل واحد يدخل كلية ليش تعمل له حفلة؟ اعمل له حفلة بعد خمسة وعشرين سنة إذا كن نجاح إذا كن داروا بعضهم هذول يستاهلون نحن لا من الروضة نبدي بالحفلات هذه هذا الرضا عن بعضنا بعضها وهذه القناعة بأنه مجرد إحنا أحياء هذا يكفي لا ما يكفي هذا الحياة هذا الجسم الله أعطانا هو حتى نحقق فرد شيء بينه أشنو هذا الشيء اللي يتحقق بجسمنا وحياتنا وعملنا أشنو هذا الشيء يسوع يسمينه الثمار الثمار ما الإنسان هي بر وسلام وفرح البر هو الاستقامه والسلام هو السلام مع الناس هو العدوانيه اللي تختفي من علاقاتي والفرح هو هذا اللي يطلع من اعماقي فرح باني قنوع بهذه الحياه الله خلقني ذكر او انثى الله خلقني بهذا البلد او في قريه الله خلقني في اي مكان وفي اي زمان ترى هي هي نفسها الناس يختلفون ما في مكانم او ما في زمانم يختلفون في وجدانم في اعماقم في كل زمان وفي كل مكان ظهر ناس صالحين عباقره طيبين خلوقين ممتازين مبدعين وفي كل زمان ومكان ظهر ناس بائسين إذا التوبة هي معرفة الهدف اللي من أجله الله خلقني ومحاولة البحث عنه وقراءته المشكلة ما هي أنه لما أصلي يا رب أعمل شيء أريد أنا نجحني إيش في أهلي إيش في المرضى من بيتنا ساعدنا المشكلة هي، يا رب أنت أيش تريد؟ أيش تريد مني؟ شلون تريد أعمل هذا الشيء؟ وبأيما طريقة؟ بهاي الحالة فعلاً نصير مثل الأشجار، راح نحتاج تقليم ونحتاج عناية ولهذا الكنيسة تأسست كمزارعة تعتني بكل واحد كل وحده منا تعمدنا وتغذينا وتغفر لنا وتعطينا الاسرار وتجيب لنا صوم وصلاه ومساعده لبعضنا بعض حتى نتدرب حتى شويه شويه تنفتح عيوننا ونعرفه كل اللي نشوفه بالانجيل والكتاب المقدس هي انفتاح عين وعقل لما تسقط من عيون شاؤول بولس تسقط من عينه مثل القشور يتحول إلى رسول ويصير قديس كبير أتمنى لكل واحد لكل وحدة من عندنا تسقط الغشاوة والقشور من عيوننا حتى نشوف نفسنا ما ندور على مدح واحترام وتقدير وشهره من بعضنا بعض لكن نقول يا رب انت ترضى عني كفيني الله يبارك بكم ويبارك بصومكم ويساعدنا في هذه المسيره ان نصل الى تحقيق شخصنا امين